المشاركة على المركز الثالث. مشاهدينا ومتابعينا الكرام لتابع هذه التحديات، وصلت ضوء لسيد سالم بن محمد بن مشلش العامري يتقدم مع ضوء على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت الآن على رابع التحديات هملولة علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني، وخامس التحديات وصلت السمرانية للسيد سالم بن سلطان بن غالب المنصوري. وصل هذا الشعار مع الأسمرانية على المركز الخامس وسادس التحديات. هنالك العضية مطر بن عبيد بن راشد بن عاضد المهيري من يقدم لنا هذا الاسم وهذا الانطلاق. المركز الثامن هنالك من الجانب الأيمن تتواجد امتحان حميد بن راشد بن غالب المنصوري من يقدم لنا امتحان. بينما المركز التاسع مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنالك سلهودة عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا سلهودة المركز التاسع. المركز العاشر وصل شعار النعيمي يتقدم مع أخيرة حامد بن ناصر بن علي النعيمي على المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى التحديات. هنالك على المركز الأول سرابة على مقدمة الشوط، سرابة على المركز الأول مانع بن أحمد بن أرحمة الشامسي مقدما لسرابة على الانطلاق الأول والاندفاع الأول. المركز الثاني ثاني التحديات هنالك غية أحمد بن سلطان بن محمد الشامسي يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث ضوء القادمة لسيد سالم بن محمد بن مشلش العامري على المركز الثالث. المركز الرابع هنالك من الجانب الأيمن الانطلاق والتواجد والحضور المميز من قبل امتحان حميد بن راشد بن غالب المنصوري وصل على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك وتابع هملولة علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني يتقدم الآن على المركز الخامس. سادس التحديات الأسمرانية من الجانب الأيمن هنالك تتواجد وتعلن حضورها وانطلاقها سالم بن سلطان بن غالب المنصوري يتواجد على المركز السابع. وثامن التحديات العضدية مطر بن عبيد بن راشد بن عاضد المهيري يقدم لنا العضدية مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. المركز التاسع هنالك شعار بن زيتون مع سلهودة عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم المجازف على المركز التاسع. وعاشر التحديات هنا الوثبة فهيد بن محمد بن سعيد آل حنيتيم المري يتقدم الآن على المركز العاشر. والشعار القادم هنالك العملاق العيناوي مظفر بن محمد بن خموشة العامري يقدم أرجوان القادم في هذه اللحظات المتسللة إلى المركز الثامن. هذه النتيجة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى التحديات، إلى التغيرات التي طرت وجرت على مقدمة الشوط. وهايب حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشروع يقدم لنا وهايب على المركز الأول. وهايب التي تسللت إلى المركز الأول وإلى مقدمة الشوط، تعود ملكية وهايب هنا على المركز الأول. والانطلاق الأول حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني مقدما لهذا الاسم ولهذا الانطلاق. المركز الثاني سرابة التواجد على ثاني التحديات مانع بن احمد بن ارحمه الشامسي من يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت ضوء القادمه بشعار سالم بن محمد بن مشلش العامري يتواصل مع هذا التحدي ومع هذا الانطلاق. المركز الرابع اوصلت العضيه، تقدمت العضيه مطر بن عبيد بن راشد بن عاضد المهيري يا سلام وصل على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك الوثبه فهيد بن محمد بن سعيد المري يتقدم مع هذا الانطلاق. وصل شعار المفاجآت يتقدم الآن الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات، كيلو الناموس، كيلو الفوز والانتصار المشغوني على المركز الأول. حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني مع انطلاق وهايب، وهايب على المركز الاول. المركز الثاني وصل شعار بن نصره يتقدم الان مع انطلاق غازيه محمد بن صالح بن نصره العامري. شعار المفاجات يصل على المركز الثاني. المركز الثالث ضوء سالم بن محمد بن مشلش العامري. ولكن نعود الى مقدمه الشوط، وهايب وهايب حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني يا سلام
يسيطر على المركز الأول، على الانطلاق الأول، على الاندفاع الأول. وهايب حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني، يا سلام. المركز الثاني غازية محمد بن صالح بن نصرة العامري، وصل بالنصرة، بدأ يقترب بالنصرة على المركز الثاني. وهايب لا زالت مسيطرة على المركز الأول، تعود ملكية وهايب. حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشؤوني الأقرب إلى الفوز والانتصار، الأقرب إلى الناموس، وناموس عاصمة الميادين غير هي المشؤوني. سلامي على هذا الأداء وعلى هذا الفوز والانتصار. وهايب حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشؤوني، تهانينا تهانينا والناموس لحظات وصولها إلى خط النهاية. سلام يا سويحان، سلام سلام يا ميدان التراث على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني وصلت غازية محمد بن صالح بن نصرة العامري، المركز الثالث الوثبة فهيد بن محمد بن سعيد المري، المركز الرابع الوارية عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، وخامس المراكز الذيب مبارك بن جمعة بن مطر بن مايد الخيلي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام التوقيت الزمني لحظات الوصول، تهانينا والناموس لشعار المشغوني 7:53 7 أجزاء من الثانية، وتوقيت وهايب حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت غازية محمد بن صالح بن نصرة العامري، وصل المركز الثاني بتوقيت 7:56:09، تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت الوثبة فهيد محمد بن سعيد المري بتوقيت 7:57:08، تهانينا والناموس.